ومعانا اول اتصال. ايناس معانا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، اتفضلي. لو سمحت عايزة حضرتك توضح لي موضوع معين اللي هو عطية الأب والأم في حياتهم. هل يحق ليهم إن هم يكتبوا حاجات لأولادهم، لبعض أولادهم والبعض التاني لأ؟ يعني هل هو ليه حرية إن يكتب أي حاجة براحته، ولا يعني ولا هيحاسب على كده؟ عايزة حضرتك يعني تكلمني عن الموضوع ده، إن سمعت آراء كتير، في شيوخ قالوا إن ممكن براحته، وفي شيوخ قالوا لأ حرام. تمام فأنا عايزة حضرتك تفسر لي الموضوع ده لو سمحت. تمام طيب، في حاجة خاصة بال يعني واقعة مع حضرتك شخصيا، ولا يعني في يعني حد العموم؟ قريب، حد قريب ليا، يعني مثلا لو الأب والأم كتبوا للإخوة وما كتبوش لحد تاني، هل هم يحاسبوا على كده؟ تمام. يعني وزع كتب شقق لبعض الإخوة والبعض لأ، وهل يعني هم هو، يحاسبوا؟ اتفضلي، انا بس عايز استفسر من حضرتك، هل هو اتفضل. اداهم يعني مثلا هو عنده 3 ولاد، ادى الاثنين والثالث ده حرمه خالص، وبعدين وزع التوزيع ده على انه ميراث ولا على انه هبة؟ والله ما اعرفش النيات ايه، بس هو كتب شقق للاولاد والبنت لا ما كتبلهاش شقه. تمام، لكن مش هيكون لها ميراث بعد ما هو يتوفى؟ لا لا، ما هو خلاص كده هو وزع كل ما يملك. تمام، ماشي يا أستاذة إيناس، انتظرين إن شاء الله نرد على حضرتك حضرتك. يا ريت تتكلم على الموضوع ده باستفاضه شويه، عشان انا في لبس فيه. حاضر حاضر شكرا حاضر خالص. حاضر يا فندم. الأستاذة إيناس في العطية والهبة. أستاذة إيناس طبعًا بتشكي من مشكلة كبيرة جدًا إحنا بنقع فيها. يا جماعة، صحيح كل واحد فينا عنده ذمة مالية مستقلة. ذمتك المالية المستقلة دي انت ليك الحق في حال حياتك انك تتصرف فيها زي ما انت عاوز، وولادك من حقك تديهم زي ما انت عاوز، صحيح ده مالك وانت اللي اشتغلت واجتهدت وجبته، ما عنديش اي مشكلة، بس خلي بالك انت مأمور بان انت تساوي بين ولادك في اللي انت بتديه لهم. النبي صلى الله عليه وسلم جاله سيدنا النعمان ابن بشير وكان كتب له شيء، يعني عنده ولاد كتير وعنده ولد كتب له حاجة كده يعني خاصه بيها، يعني زي ما يكون احنا بنقول دلوقتي كتب له شقة، كتب له عربية، كتب له حتة أرض، حط له وديعة في البنك. فزوجته قالت له لا، حتى تشهد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني تروح تخلي النبي يقول إن الكلام ده صح. فراح سيدنا النعمان وخد ابنه وذهب إلى رسول الله وقال هذا ولدي وكتبت له كذا وخصصته بكذا. فالنبي قال له ايه؟ قال له أكل أبنائك كتبت له مثله؟ فقال له لا يا رسول الله. فقال إذن أشهد عليه غيري فإني لا أشهد على جور. يعني ايه جور؟ يعني ظلم. هنا العلماء يا أستاذة إناس اختلفوا، هل قول النبي صلى الله عليه وسلم أشهد عليه غيري فإني لا أشهد على جور يحتمل التحريم، يعني يبقى حرام ان واحد يدي الواحد وما يديش التاني، ولا نعمل ايه؟ فالعلماء قالوا انه هذا يحرم انه يخص احد الابناء دون الاخر، والمسألة كبيرة جدا، مسألة مش قليلة. فقال له اشهد عليه غيري فاني لا اشهد على جور، فهذا ظلم، النبي بين انه ظلم. لكن فريق تاني من العلماء قالوا طب ما هو النبي صلى الله عليه وسلم قال له أشهد عليه إيه؟ غيري. فمعناه إن النبي صلى الله عليه وسلم نقل هذا إلى الكراهة، إنه يكره أن يخص الإنسان غيره غير واحد من أبنائه، يعني يدي الواحد بس ما يديش للباقيين، يديله وما يديش للتانيين أي حاجة من العطايا أو من الشقق أو من. لكن إحنا عندنا مشكلة تانية، يعني في الأولانية يستحب للإنسان أن يسوي بين أبنائه في الهبة وفي العطية، والموضوع ده بيرجع لتقدير الأب، يعني الابن مش حاكم على أبوه. يعني إيه لتقدير الأب؟ يعني في ولد اتعلم تعليم كويس قوي والتاني ما اتعلمش، لأنه مثلا إحنا عندنا في الفلاحين مثلا في واحد كان بيشتغل في الغيط أو في المزرعة وكان سند أبوه أو في تجارته معاه في المحل، وتخلى عن ان هو يكمل تعليمه زي اخوه ما كمل تعليمه،
اخوه كمل تعليم عالي قوي، ويمكن خد ماجستير وخد دكتوراه، والاب بيصرف عليه، ده خد ليسانس بس. لان انا برفض تماما ان احنا ندي مثال ان حد ما يكملش تعليمه، لان الاسلام لا يقبل ان حد ما يكملش تعليمه. الاسلام دين العلم، مش عايز اشتت حضرتك. فهنا الراجل اللي اتعلم خد نصيبه وقاعد مرتاح بيتعب بس في تعليمه، التاني ما خدش نصيبه زي اخوه، فيجي الاب يخصه بحاجه لانه تعب معاه في التجاره، والخير اللي هم عايشين فيه ده كله بسبب مين؟ بسبب الاب والابن اللي بيساعده، فيجي يخصه بحاجه. هل هذا جائز؟ هل نقول هذا جائز ولا شيء فيه، بس احنا بنوصي الاب انك لا تفرق بين ابنائك، وزي ما اديت لده ممكن تديله زياده شويه، ادي للتاني. طيب هنا بقى المشكله التانيه، وهو انه في المساله اللي حضرتك قلتها يا استاذه ايناس، وده كتير جدا من الناس بيقعوا فيه، وهو تقسيم الميراث قبل ان يموت الانسان. يا جماعه لا تتدخلوا في هذا، هذا شرع الله سبحانه وتعالى شرعه، يوصيكم الله في اولادكم، ونزل به قانون، قانون كامل اسمه قانون المواريث. حضرتك لا تتدخل وتقول ان انا هقسم ده علشان عيالي ما يتنازعوش بعد الوفاة. طب ما تعلم عيالك كويس ان هم يحبوا بعض، علم عيالك كويس ان هم يؤثروا بعضهم على بعض. فبنقول موضوع قسمة التركة قبل الوفاة هذا لا يجوز، وهذا حرام شرعا. كون ان حضرتك بتخص حد من ابنائك وتحرم التاني حتى بعد الوفاة، هذا لا يجوز وهو حرام شرعا، والله اعلى واعلم.